سلام حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم ابداعات فيفي. ان شاء الله حبيباتي تكونوا كامل بخير. راني فرحانه بزاف بزاف بتعليقاتكم وبتفاعلكم شفتوا مع لي فيديو هادو الاخرين. وصلوا ما تحرمونيش من تعليقات المشجعه اللي قاعده تمد لي في الحماس باش نزيد نحط لكم موديلات اكثر واكثر. اذا حبيباتي، موضوعنا لنهار اليوم راح يكون على هذا الموديل اللي راهو موضح على الشاشه. نحتاج فيه 70 سنتيمتر من القماش. كالعادة نقولكم القماش اللي نخدم به هو لا سوا ساتيني وإلا ساتان إسبانيول. ولا تقدروا أيضا أنكم تديروا هذا الموديل في القطيفة، أيضا راح يجي مليح. القطيفة اللي نستعملها هي رويال غلاسي. لهنا القماش هذا اللي راني استعملته هنايا هو كريب ساتيني. لا كاليتي تاعو شويه طايحه على اللي كنت نقول لكم عليهم، مي من الاحسن انكم تخدموا بالكاليتي اللي قلتها لكم، احسن راح تخرج فيها الخدمه خير من كريب ساتيني. كريب ساتيني يدير بين جو بونس 15000 متر. اللي حابه تتعلم فيه ولا غير روحك تقدري تستعمليه، ولكن لي كليونت من الاحسن انكم تخدموه بلا سوا ساتيني ولا ساتان اسبانيول. ونحتاجوا هذا لا دونتيل. هذه شوفوا العرض تاعها قد ما حبيباتي، هذه لا دونتيل وتجي الاستيك. اذا حبيباتي راح نبداو اولا نخدمو لي بوني تاعنا على الورق، ولا النص تاع البوني بالاحرى، النصف تاع البوني على ورق، ومن بعد راح نطبقوه على لا دونتيل تاعنا. والجزء السفلي مالاش راح نخدموه على الورق، راح نطبقوه مباشره على القماش. ولكن حبيباتي قبل ما نبداو ماذا بيا تشتركوا في الفيسبوك ولا الانستغرام والجروب تابعين لهذه القناه، راح يظهروا لكم على الشاشه. واللي مازالوا ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا زر الجرس، هكا بيوصلهم كل جديد رانا نديروا فيه. اذا نبداو دركا. لازمنا قطعة قماش أو قطعة ورق عفوا، الطول تاعها من هنا يكون 35 سنتيمتر، والعرض من هنا يكون 9 سنتيمتر، يعني 35 على 9 سنتيمتر. رايحين نطلعوا حبيباتي للقمة هنايا، هنا نعينوا نقطة ونوصلوا هذه النقطة للنقطة هنايا السفلية هذه هنايا بقوس. رايحة نرسم القوس فقط بهذا، نستعين بهذه المسطرة. ولكن جاني سؤال في الفيديو السابق، قالوا لي اللي ما عندهاش هذه المسطرة كيف دير. تقدروا حبيباتي انكم ترسموها عادي بيدكم، توصلوا هذه النقطة لهنا بقوس عادي بهذا الشكل، يعني ماهوش حاجة لي صعيبة، مش محتمة انه تكون عندكم هذه المسطرة باش تخدموه. والحاجة الثانية ايضا جاني سؤال، قالوا لي لي بوني هذوك اللي خدمناهم في الفيديو السابق اسكو نقدروا نخدموهم يعني في لي بوني كامل. الفيديو السابق حبيباتي كنا لهنا العرض هذا مثلا تاع 9 سنتيمتر لهنا في لاطاي ام، درناه لهنا هذا العرض درناه 9 سنتيمتر، ولكن في لاطاي في الموديل اللي فات زدنا على 9 سنتيمتر زدنا 5 سنتيمتر. علاش؟ باش نديرو الكشكشه، يعني ويلا كان الموديل تاعكم فيه الكشكشه من الاسفل ولا يركب بالكشكشه من الاسفل، تقدروا انكم تديروا القياسات اللي كنا درناهم في الفيديو السابق. ولا كان راح تركبوهم عادي كيما الفيديو هذا، تقدروا انكم تستعملوا فقط القياسات اللي راح نمدهم لكم اللي راح يظهروا لكم هنايا على الشاشه، يعني العرض هذا اللي من هنا. اذا هاوليكم رسمنا هذا القوس الاول، لهنا رايحين نرجعوا بواحد سنتيمتر من هنا في هذا الاتجاه بواحد سنتيمتر بهذا الشكل ونعين نقطة، ونزيد نرجع من هنا في الاسفل بواحد سنتيمتر ونعين نقطة، ومن بعد رايحة ندير المنتصف تاع هذا الخط، منتصف هذا الخط بالتقريب راح يكون هنا. من بعد هذا المنتصف رايحة نوصلوا للنقطة الأولى بهذا الشكل بقوس بهذه الطريقة، ونزيد نوصلوا للقوس أو عفوا للنقطة هذه الأخيرة بقوس بهذه الطريقة هاوليكم. ومن بعد رايحة نرجع لهذا القوس هذا في النهاية تاعو، راح نطلع عفوا بواحد أو اثنين سنتيمتر بهذه الطريقة، ورايحة نزيد نرسم قوس بهذا الشكل. اذا هاوليكم حبيباتي نصف لو بوني تاعنا، رايحين نقصو فقط الشكل الناتج ونعاودو دركا نطبقوه على لا دونتيل.
كاين ايضا سؤال حبيباتي كنتو سقسيتوه لي بزاف وتعاودوا تكرر بزاف في التعليقات على لو موديل اللي راح يظهر لكم على الشاشه. كنتو قلتوا لي علاش نحتاجو متر ونصف، يعني انا استعملت فقط 70 سنتيمتر وانتم قلتوا لي علاش نحتاجو متر ونصف في لتطبيقه. كنت قلت لكم حبيباتي انه خدمنا لو باترون تاع الامام وحده والباترون تاع الخلف وحده في القياسات الصغيره، يعني انا درت لا تاي اس، كنا نقدروا انه نحطوا لو باترون يعني نطويو القماش تاعنا على 2 ونحطوا الباترون تاع الامام مقابلو الباترون تاع الخلف ونفصلوهم في 70 سنتيمتر فقط. ولكن بالنسبه للقياسات الكبيره يعني كل ما يزيد العرض تاعنا ما نقدروش نحطوا الباترون تاع الامام ونقابلوه مع باترون الخلف، يعني راح نحطوا باترون الامام راح يحكم لنا مساحه كبيره، نفصلوا في 70 سنتيمتر الاولى راح نفصلوا باترون الامام وحده، ومن بعد نزيدوا 70 سنتيمتر اخرى نفصلوا فيها باترون الخلف وحده. هذا هو التفسير علاش قلت لكم مع الاول راح نسحقوا متر ونصف، اللي لا طاي تاعها صغيره ولا طاي اس تستعمل فقط 70 سنتيمتر. وحبيباتي لهنا هذا السؤال خلاني نفهم باللي راكم ما تفرجوش في الفيديو كامل وما كومش قاعدين تركزوا مع الفيديو، مدى بيا حبيباتي تركزوا مع الفيديو مع الكلام اللي راني نقوله من الاول للاخير هكا باه تفهموا، ما تعاودوا ليش نفس الاسئله في التعليقات. اذا شوفوا حبيباتي هاي ليكم لا دونتيل تاعي، راني طويت 35 سنتيمتر على 35 سنتيمتر بهذا الشكل، يعني هذه القطعة هذه 35 سنتيمتر راني طويتها على 35 سنتيمتر هكا. ومن بعد واش رايحه ندير؟ رايحه نجيب هذا النصف تاع لو بوني تاعي، هذا رايحه نشوف الجهة اللي تجيني هكا، هذا القوس هذا هو اللي رايحين كي نديرو زوج رايحين نركبوهم من هذا القوس الدخلاني هذا، وهذا القوس اللي من هنا هو اللي راح يجي على لي كوتي، هذا القوس هو اللي راح يجي على لي كوتي. دونك واش يهمني انه هذا الشرشفه هذه تاع لا دونتيل تجيني من هنا على لو كوتي من هنا، يعني راح نهز هذا القوس هذا نحطه فوق الشرشفه بهذه الطريقه هكذا، نحاول اني نعدل له شكله بهذه الطريقه هكذا. هكذا لشت ما يجينيش مطابق يعني 100%، ولكن نحاول فقط اني نحط الشكل تاعو يكون مطابق، هذا القوس يكون مطابق للشرشفه، والباقي رايحه نرسم الشكل كيما راهو. من الاحسن انكم تثبتوا بالابر ومن بعد رايحين تنقلوا هذا الشكل. اذا هاوليكم الشكل الناتج. دركا واش رايحين نديرو؟ رايحين نهزو هاوليكم الشكل، رايحين نهزو نفس القوس ونحطوه من الجهه الثانيه، يعني رايحه نزيد نهز الشرشفه تاع قطعه لا دونتيل من الاسفل. ولكن شوفوا حبيباتي كي نحط بهذا الشكل رايحين ندخلو في القطعه الاولى اللي كنا رسمناها. اذا واش رايحين نديرو؟ رايحين فقط نقلبو الباترون تاعنا بهذه الطريقه هكا باه نقدروا ان نستغلوا هذه المسافه اللي بقات من هنا ما نطيشوهاش، نخدموا في نفس الجهه او عفوا في الجهه المعاكسه ليها. كيف راح نديروا نفس الطريقه، راح نحاولوا انه نحطوا الباترون تاعنا هكا، نحاولوا انه يكون الشكل تاع هذا القوس مطابق للشرشفه تاع لا دونتيل وننقلوا الباترون تاعنا عادي. كما قلت لكم حبيباتي هنا من الاحسن انكم تخدموا زوج باترونات، تحطوا واحد من هنا تلصقوه مليح بالابر وتزيدوا تحطوا واحد من هنايا وتلصقوه مليح بالابر وتهزوا الباترونات تاعكم في راحتكم. يعني اذا هامليكم دركا ولاو لي زوج اشكال راهم مرسومين، رايحه فقط نقصهم ونعاود نوري لكم. اذا هاوليكم حبيباتي الاشكال اللي خرجوا لي كما قلت لكم راحين يجيو نفس لو بوني، يجيو متعاكسين، يعني نفس هذا الباترون راح يجينا متعاكس هذا في الاتجاه هذا
وهذه القطعه في الاتجاه المعاكس لها. دركا رايحين فقط نقلبوا بهذا الشكل ويعودوا لي في زوج في نفس الاتجاه. دركا واش رايحين نديروا؟ رايحين نلصقوا هذا القوس الداخلي، هذا نلصقوه مع بعضهم باه يولي لي بوني واحد بهذا الشكل، والبوني الثاني ايضا بنفس الطريقه، نلصق له القوس الداخلي ويولي لي قطعه واحده بهذه الطريقه. دركا رايحين نروحوا نفصلوا القطعه السفليه. اذا هاي لكم حبيباتي قطعه الساتان تاعي. من هنا يا راهي 70 سنتيمتر الطول تاعها، كما قلت لكم راهو 70 سنتيمتر، ومنا هو عرض القماش اللي هو متر ونصف مطوي على 4 بهذه الطريقه. اذا واش رايحين نديروا؟ رايحين نفتحوا القماش تاعنا، ما نخليهوش مطوي على 4، رايحين نفتحوه بهذا الشكل، ومن بعد رايحين نجيبوا هذه القمه تاع الزاويه من هنايا، قمه الزاويه هذه هنايا، رايحين نكونوا انطلاقا من هذه القمه. هاي ليكم لهنا الجهه المغلقه ولهنا الجهه المفتوحه، رايحين انطلاقا من هذه الزاويه رايحين نكونوا مثلث، يعني رايحين نحكموا هذا الطرف هكا بيدينا ونرد هذا الضلع الى الضلع المقابل له بهذا الشكل، ومن بعد راح يتكون لي مثلث بهذه الطريقه. هاوليكم هذه هي الزاويه اللي كنت حكمتها، وهذا هو المثلث اللي تكون لي. رايحه دركا واش ندير حبيباتي؟ رايحه هنايا من هنا رايحه نمشي ب 22 سنتيمتر، 22 سنتيمتر راح نمشي هكا بخط مستقيم هو 22 سنتيمتر، ورايحه نثبت من هنايا شريط القياسات هذا، راح نثبته بابره في القمه تاع المثلث هنا، قمة تاع المثلث هنايا رايحة نثبتها بهذه الإبرة، نثبت فيها شريط القياس بهذه الإبرة، ورايحة نستعمل هذا شريط القياس كمدور، راح نستعمله كمدور، راح نحط على هذه القمة تاعو حاجة ثقيلة هكا باش ما يتحركليش، ونرسم القوس تاعي الأول بهذا الشكل. رايح يكون البداية تاعو هو بداية هذا الخط اللي كنا رسمناه تاع 25 سنتي أو 22، عفوا هنا 22 سنتيمتر، رايح يكون بداية القوس هو هذا ال هو بداية عفوا هذا الخط، والنهاية تاعو هو نهاية هذا الخط. ومن بعد واش رايحين نديرو؟ رايحين نزيدو نمشيو الى نهايه قطعه القماش ونرسموا قوس انطلاقا من هذه النهايه. من هنا راح نرسموا القوس، ماشي من هنا، من هنا من الجهه الصغيره من الضلع الصغير. اذا نزيدوا نرسموا قوس بهذا الشكل، ندوروا فقط نحطوا فقط قطعه الطباشير هكا مع شريط القياسات، وندوروا الشريط واومين طون رانا نرسموا في هذا القوس. هاوليكم حبيباتي القوس الثاني. دركا نقص فقط هادو القوس الكبير والقوس الصغير، رايحة نتحصل على القطعة السفلية. اذا هاي لكم القطعة السفلية. لهنا من الاحسن انه نحيو هذا الزايد من هنا، لازم يكونوا هادو قد بعضهم. اذا هاوليكم هذه هي القطعه السفليه راهي واجده هنا، فقط الجهه المغلقه من هنا رايحه نزيد نفتحها باش من بعد تسهل عليا عمليه الخياطه فقط. اذا هاي ليكم واش رايحين نديرو؟ رايحين مباشره نمروا الى طريقه الخياطه، لاني في هذا الفيديو راح ندير لكم فقط لانويزات، ومره اخرى ان شاء الله في موديلات اخرى رايحين نتناولوا لو سليب، يعني اللي راهو موجود في الصوره، والاكسسوار تاع العينين، يعني راح نديروهم في موديلات اخرى ان شاء الله. اليوم راح نديرو فقط لانويزات.
شوفوا حبيباتي، هنا راني قمت بلصق لي بوني من القوس الداخلي. هاوليكم البوني كي نفتحو كيفاش راح يخرج. انا لهنا راني خيطته بالت بماكينه السرفله، وانتم قادرين انكم تخيطوه بالماكينه العاديه. دركا نرجعوا للقطعه السفليه الاماميه، راح نعينوا المنتصف تاع القوس الصغير تاعها ونحطوا البوني الاول، نحطوا الوجه الصحيح تاعو على الوجه الصحيح للقماش ونخيطوا من الجهه الداخليه. راح نحطوه فوق المنتصف اللي كنا عيناه ونبداو نكسلو شويه في الفلو بوني تاعنا ونخيطوه حتى نوصلوا للنهايه تاع القطعه السفليه بهذه الطريقه. دركا راح نزيدو نفس العمليه، نعاودو نديروها مع لو بوني الثاني، بصح هذا راح نبداه من النهايه ونرجع حتى نوصل الى المنتصف اللي كنت بديت منه. كما قلت لكم نكسلو شويه فقط في الفلو بوني ونخيطوه بهذه الطريقه حتى نوصلو للمنتصف. اذا هام لكم لي بوني تاوعي. دركا راني درت سيرفيلاج على الخياطه ورايحة نركب دركا لاستيك. لاستيك كما كنت قلت لكم القاعدة انه دائما نهزو نصف المسافة اللي رايحين نركبو فيها، يعني راح نقيسو القوس الصغير ونهزو نصف المسافة تاعو في الفلاستيك، وراح نحطو لاستيك اسود للقياس تاعو تاع 0.5 سنتيمتر ونحطوه نثبتوه هكا جيدا في الطرف ونبداو نكسلو في هذه القطعه تاعنا ونخيطوها فوق خط الخياطه اللي كنا درناها، يعني اللي لصقنا بها لي بوني مع القطعه السفليه. هكا نكسلو بشويه ونخيطو. لهنا انا بقالي شويه زايد، رايحه فقط نقصو بهذا الشكل. وهاوليكم اللاستيك تاعي يعني كيفاه جا من بعد بالحديد، راح يتعدل كلش. نرجعوا دركا للقطعه الخلفيه، رايحين كيف نديروا الشوفيلاج على القوس الصغير. رايحين نهزوا القياس تاع القوس الصغير ونهزوا قيمه لاستيك، هو نصف القيمه اللي لقيناها في القوس تاع هذه القطعه، يعني القوس الصغير هذا. رايحين نحطوا لاستيك تاعنا بهذا الشكل، نطويو عليه القماش بهذه الطريقه ونجبدوا لاستيك تاعنا ونخيطوه حتى نكملوا المسافه ولا القياس تاع لاستيك اللي كنا هزيناه. هكذا دركا رايحه نعين المنتصف تاع هذا القوس ونحط فيه ليتيكات على طاي ونلصقها بهذا الشكل. دركا على طرفي هاد ليتيكات راح نهز 4 سنتيمتر على اليمين و4 سنتيمتر على اليسار، هادو هما اللي رايحه نلصق فيهم لي بغوتال. دركا رايحه نلصق لي كوتي، رايحه نجيب الوجه الامامي للقطعه الخلفيه نحطه فوق الوجه الامامي للقطعه الاماميه ولا العكس، المهم القطعه الاولى فوق القطعه الثانيه، يعني نحط الوجه على الوجه ونخيطه من الداخل. رايحه نخيط الجهه الاولى يعني اليمنى او اليسرى، ومن بعد نزيد نروح نخيط الجهه الثانيه. هنا رايحه ندير سيرفيلاج فوق هاد الخياطه، ومن بعد من الاسفل رايحه نكف بالسيرفيلاج الاسود. انا بالنسبه لي نحب هذه الخطوه هذه تكون بالسيرفيلاج الاسود، ولكن نتوما الا حبيتوا تكفوا عادي تقدروا انكم تكفوا مادام هي مقوسه، يعني الكفه العاديه راح تكون صعيبه، تقدروا انكم تستعينوا بالبي تكفوا به من الاسفل. لهنا لي بغوتال حبيباتي راني هزيت 65 سنتيمتر في لي بغوتال، هزيت 65 سنتيمتر ولكن درت لهم هذوك لي زانو اللي نقصوا ونزيدوا بهم على حساب لا طاي تاعنا وحنا واش حابين. وهذا هو الشكل النهائي تاع لانويزات تاعنا. ان شاء الله حبيباتي تكون نالت اعجابكم. لهنا نحب نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.